حركة إيتا الانفصالية الباسكية مدت يدها أمس لحكومة مدريد وهي تحمل غصن زيتون أخضر من خلال عرضها وقفا دائما وشاملا لإطلاق النار، عرض رفضته الحكومة الإسبانية، حيث قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثباتيلو في مقابلة تلفزيونية إن البيان الذي أصدرته إيتا هو إعلان غير مجد وغير كاف. وأضاف ثباتيلو أن ما تنتظره البلاد من إيتا هو إعلانها نهاية العنف وتخليها الكامل عن حمل السلاح. وكان بيان نشرته صحيفة جار الباسكية ذكر أن الحركة تؤكد أن وقف إطلاق النار الدائم يمثل التزاما قاطعا منها بحل النزاع الباسكي نهائيا. الحكومة الآن في هذه اللحظة بحاجة للحوار مع حركة إيتا بخصوص عملية التحقق من صدقية الإعلان، أي للمرة الأولى في تاريخ هذا الصراع، وقد وافقت إيتا على عملية التحقق من وقف إطلاق النار، وهذا مهم بل إنه في غاية الأهمية. يذكر أن حركة إيتا مسؤولة عن مقتل أكثر من 800 شخص خلال أكثر من 40 سنة من الاعتداءات للمطالبة باستقلال إقليم الباسك.